على عهد الشهيد مصطفى بوبولعيد في تسيير الانتخابات، أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري من ولاية باتنا على أن الحركة تسير على خطى الشهيد الرمز بالمشاركة في الانتخابات، كما أكد على أن مشاركة الحركة في الانتخابات من أجل رد الاعتبار لأعضاء الحزب السابقين الذين تعرضوا للتزوير في الانتخابات السابقة، داعيا بذلك المواطنين للتوجه إلى الاقتراع لفرض أصواتهم ومجابهة التزوير. ويريدوننا أن نترك العالم السياسي لأن الانتخابات مزورة. نحن نقول لهم قدوتنا ومثلنا ونموذجنا هو مصطفى بوبولعيد. هو مصطفى بوبولعيد. إذا كنت مع أكثر وطنية مصطفى بوبولعيد، والله أكثر ذكاء من مصطفى بوبولعيد، والله أكثر حنكة وقدرات استراتيجية من مصطفى بوبولعيد، ورونا واش عندكم من أفكار. وحنا اليوم جايين للانتخابات هذه انتقاما لمرشحينا الذين زوروا ضدهم الانتخابات كما يقول المجاهدين تحت الحورس. مقري وخلال تجمعه الشعبي بباتنا قال بأن حركة مجتمع السلم تسعى من أجل تغيير نظام البلاد في حال فوزها في التشريعيات المقبلة، كما يسعى من خلال حزبه لتحرير القضاء من أجل استرجاع الثقة بينه وبين المواطن. إذا جئنا في هذه الانتخابات لنؤسس معنى العمل السياسي ومعنى العمل الحزبي، لننشر هذه الثقافة حتى البلاد توقف على رجليها. البلد ضيعت وقت كبير وضيعت إمكانيات كبيرة عظيمة جدا جدا. جريمة كبيرة وقعت في حق البلد. الكتلة القليلة تحركة مجتمع السلم اللي دات حقها بالحلال ما قدرش تقاوم ذلك السيل تاع النواب اللي جاوا التزوير. البرلمان ما عادش عنده قيمة، ما عادش عنده قيمة عند الشعب. القضاء ما عادش عنده قيمة، ما عادش الشعب يثيق في القضاء تاع الجزائر. وسنعمل على استقلالية القضاء، نصنع بيئة سياسية ترجع الثقة، لأن أعظم خطر موجود في البلاد هو انعدام الثقة. رجع الثقة. وفي نهاية اللقاء أشار الدكتور عبد الرزاق مقري على تغيير النظام الاقتصادي الحالي الذي يعتمد أساسا على البترول والمحروقات واستبداله بمداخل أخرى، منوها إلى إعطاء الفرصة للمؤسسات المصغرة وتسهيل نشاطها ودعمها من أجل التطور. وإذلك احنا رانا جايين بالانتخابات، جايين يا إخواننا من أجل حل هذه المشاكل عن طريق التنمية الاقتصادية بنمط جديد غير النمط اللي كان من قبل. النمط اللي كان من قبل بذر الأموال وقعت السرقة الفساد وبقينا تابعين للكيس تاع البترول والغاز، في البترول والغاز وخلاص. نحن نعد الشعب الجزائري في برنامج الحلم الجزائري في آخر فقرة 12 وعد للجزائريين، الوعد رقم واحد وهو الوصول إلى في 5 سنوات على الأقل 1,000,000 مؤسسة اقتصادية في الصناعة وفي الفلاحة وفي الخدمات، ونصل بها إلى تنمية في أن تذكر رصوص تاع 7% بإذن الله تعالى. النتيجة تاع صناعة المؤسسات بإعطاء الفرصة لكل جزائري ليدخل مجال المال والأعمال بالمؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، النتيجة هو تشغيل اليد العاملة والخروج من أزمة البطالة.